ناخد مثال هنا، بيقول لي ايه ايدنتيفاي مين الاوكسيدايزنج ايجنت. يا دكتور انت بتقول مين العامل المؤكس؟ اه يبقى اللي حصل له اختزال. ايوه فهموا الحته دي مهمه قوي. الاوكسيدايزنج ايجنت هو من اللي ايه اللي من مر بعمليه الاختزال، اللي حصل له اختزال. طيب الاس ان ده عنصر، هنعرفكم دلوقتي القواعد بتقول ايه. بتقول ان لو في عنصر لحاله كده element free بتبقى شحنته صفر، ولو في عنصر عليه موجب يبقى هو موجب واحد، ولو عنصر عليه موجب اتنين يبقى موجب اتنين، ولو element كده free او element كده متعادل يبقى شحنته صفر. انا شايف، هقول لكم طبعا الارقام دي جبناها منين، انما هنقول القواعد اللي نعرف بيها كل element شحنته كام بالظبط. الاليمنت الفري ده صفر، هناخدها كده. طب لو كان ده صفر يا دكتور وبقى في النواتج بقى موجب اتنين، استنى، كان صفر وبقى موجب اتنين، فين الصفر؟ في المسطره هنا اهو، وبقى ايه موجب اتنين، ده طلع لفوق، يبقى دي اوكسيديشن، يبقى ده اوكسيديشن، يبقى معنى كده العنصر ده حصل له ايه؟ حصل له اكسده. اللي حصل له اكسده يقال عليه ايه بقى؟ ريديوسنج ايجنت. مش هو ده اللي بيسال عليه، هو بيسأل على الاوكسيدايزنج، يبقى اكيد الماده الثانيه. نروح للماده الثانيه، كان الهيدروجين عليه اشاره موجبه واحد اهي، يبقى هو كان موجب واحد واصبح في النواتج كام؟ صفر. كان موجب واحد واصبح في النواتج صفر، اهو كان موجب واحد اهي فوق ونزل لتحت، طالما نزل لتحت بقى صفر يبقى عمليه ريدكشن. طول ما احنا بننزل لتحت يبقى ريدكشن، طول ما احنا بنطلع لفوق يبقى اوكسيديشن زي ما احنا شايفين. عشان كده انا فعلا لا واضحه قوي يا دكتور، كان موجب واحد وبقى صفر، الرقم قل يبقى العدد تاكسد قل، يبقى حصل له اختزال، اللي حصل له ريدكشن يبقى اسمه ايه؟ عامل مؤكسد، وهو ده اللي بيسال عليه مين الاوكسيدايزنج ايجنت. اقول له الهيدروجين يا عم. ليه؟ اصل هو ده اللي حصل له اختزال، اصل هو ده اللي رقمه قل، رقمه اختزل، رقمه قل، يبقى كان موجب واحد واصبح ايه؟ واصبح صفر. كلام جميل. طب ايه بقى يا دكتور القواعد اللي بنعرف بيها ان العنصر الحر بيبقى صفر؟ اهي ثلاث قواعد او اربع قواعد هم اللي مهمين قوي، معظمهم يعني سهلين. اول قاعده بتقول عشان تقدروا اساينينج، يعني لتعيين او لتحديد الاوكسيديشن ستيت، حاله التاكسد او الشحنه، او الشحنه، فلازم عشان نعرفها ونعرف بقى حصل اكسده ولا اختزال، او نطبق القواعد دي. اول قاعده بتقول، رول 1 بتقول ان الاوكسيديشن ستيت لاي اتوم او فري اليمنت هي زيرو. عشان كده يا دكتور انت حطيت الهيدروجين شحنته صفر، ايوه لان ده فري اليمنت، عنصر حر. طب عشان كده حطيت الاس ان اللي هو اتوم دوت صفر، ايوه يبقى انا طبقت القاعده ايه؟ رقم واحد، ان اي عنصر تلاقوه لوحده ومعلوش اي لا موجب ولا سالب فوقيه يبقى خلاص ده صفر. الاوكسيديشن ستيت للمونو اتوميك ايون از ايكوال تو اتس تشارج، يعني حاله التاكسد لاي ايون احادي الذره هتبقى هي الشحنه اللي عليه. عشان كده ده كان موجب اهو فخليتها موجب واحد، واللي موجب اتنين كتبتها موجب اتنين، ايوه نفس الرقم يعني. يعني حاله التاكسد هي الشحنه اللي فوق دماغه دي، إذا كان موجب واحد أو إذا كان موجب اتنين. يبقى احنا كده في المثال ده طبقنا قاعدة واحد وقاعدة اتنين. قاعدة رقم ثلاثة بتقول، طب افرض كان يا دكتور عندي جزيء أو أيون كبير في ذرات كتير، أقدر أحسب شحنة عنصر في النص، عنصر في وسطهم؟ نقدر، نقدر. السم أوف أوكسيديشن ستيت، يعني مجموع الشحنات لكل الذرات اللي موجودة في الأيون أو الجزيء المتعادل هي بتساوي صفر في حالة الجزيء المتعادل، وبتساوي الشحنة السالبة أو الموجبة اللي عليه في حالة الأيون. دي مش مفهومة شوية، لازم مثال يا دكتور. نروح لمثال ونشوف كده إزاي بيحسب شحنة أي عنصر لو كان في مركب. هنا بيقول لي what is the oxidation number، يعني ما هو عدد التأكسد، ما هو oxidation state، لما يقول لي oxidation number، لما يقول لي oxidation state، لما يقول لي charge، هم كلهم نفس الحاجة، يعتبرهم شحنة، نعتبرهم شحنة وخلاص. لما يقول لي ايه oxidation number of الكربون جوه المهرجان ده كله، ده الكربون ده واحد وسط العيلة دي كلها. طب هنحسب الكربون ده ازاي يا دكتور؟ القاعدة بتقول ايه؟
بتقول مجموع الشحنات في الجزيء المتعادل تساوي صفر. طب ليه قال متعادل؟ لان احنا شايفين فوقيه ولا في موجب ولا في سالب. لو كان في موجب كنت هساوي بالموجب، موجب واحد، موجب اتنين، موجب تلاتة. طب لو كان في سالب يا دكتور كنت هساويها بالسالب، انما هنا سويتها بالصفر. ليه؟ لان فوق هنا مفيش شحنات موجودة فوقيه. طيب الصوديوم في المجموعة الاولى يبقى موجب واحد، والاكسجين في المجموعة الستة يبقى سالب اتنين. عرفت منين الحكاية دي يا دكتور؟ ما احنا خدناها قبل كده بقى، عرفنا ان كل الفلزات تفقد الكترونات وتصبح موجبة، وعدد الموجب هو رقم المجموعة. فعشان الصوديوم في المجموعة الاولى اهو، ليه؟ لانه فلز وفي المجموعة الاولى يبقى موجب واحد. طيب الاكسجين في المجموعة الستة لا فلز، اللا فلز بيبقى سالب، وبنحسب شحنته ازاي؟ 6 ناقص 8 يبقى ناقص 2. يبقى انتوا كده دلوقتي تقدروا تجيبوا شحنة الكربون الصوديوم، وتقدروا تجيبوا شحنة الاكسجين. لو عوضتوا بيهم تقدروا تجيبوا المجهول اللي هو الكربون اللي الراجل عايزه. طب نحسبها ازاي مع بعض يا دكتور؟ عامل زي الكتلة المولية كده، بس المرة دي ايه؟ شحنات بقى، مجموع شحنات. 2 ده عدد الصوديوم وشحنة الصوديوم بموجب واحد، زائد شحنة الكربون، وده أنا عايز أحسبه في السؤال، هو ده المجهول، زائد كام أكسجين؟ 3، وشحنة الواحدة بسالب 2. سالب 2 ليه تاني؟ لأنه لا فلز في المجموعة الستة، واللا فلز تتحسب شحنتها إزاي؟ رقم المجموعة ناقص 8، يبقى 6 ناقص 8 يطلع ناقص 2. لما حسبنا الحسبة ديت وساويناها بالصفر، ليه يا دكتور سويته بالصفر؟ لأنه متعادل، لأنه متعادل. لو جينا حسبنا الحسبة ديت يبقى هنا 2 بالموجب، وهنا 6 بالسالب، يبقى ناقص 4، وديناها الناحية التانية تبقى موجب 4، يبقى كده الكربون هيبقى موجب 4 زي ما احنا شايفين. يبقى موضوع سهل قوي، موضوع سهل جدا ان انا احسب. نفس الحكاية هنا برضو، ادي مثال تاني، بس المرة دي يا دكتور، المرة دي يا دكتور فيها اهو، المرة دي احسب الكروم في وسط ال لا ده عليه سالب 2 يا دكتور فوق. طب هنعمل ايه في الحكاية دي؟ خلاص، يبقى مجموع الشحنات هيساوي سالب 2. يبقى انا ايه؟ الكروم جوه الايون ده ايون بقى، ايون لانه سالب، يبقى هقول 2 كروم. انا لسه عايز احسبه، يبقى حطيه مجهول او حطه مجهول كده، سي ار 2 في السي ار زائد 7 والاكسجين بسالب 2 يساوي كام؟ يساوي سالب. ليه يا دكتور المثال اللي فات كتبتها يساوي صفر؟ وليه المثال ده بتقول ناقص 2؟ لان هنا المثال اللي فات كان متعادل، ما كانش فوقيه موجب او سالب، انما هنا في سالب 2. طالما في سالب 2 يبقى نعمل ايه؟ يبقى نساوي كل مجموع الشحنات دي بسالب 2. لما اضرب دي 7 في سالب 2 يبقى سالب 14، اوديها الناحيه الثانيه تبقى موجب 14. موجب 14 مع سالب 2 يبقى زائد 12. لما اقسم على الاثنين تطلع الكروم الواحده شحنتها موجب 6، ويبقى هي دي الاجابه عندي. يبقى انا اقدر ان انا احسب شحنة أي عنصر لو لوحده سهلة، رقم المجموعة وأعرف على طول. طب لو كان وسط عيلة بقى، وسط أيون كبير زي الأيون ده، أو وسط جزيء متعادل زي اللي احنا شرحناه من شوية اللي هو المثال ده، إيه المثال؟ أهو، المثال ده، في الحالتين مجموع الشحنات يساوي صفر لو الجزيء متعادل، ويساوي ناقص أو زائد لو كان عندي أيون. حسويت هنا بس ناقص 2 ليه؟ لأن هنا فوقيه ناقص 2. يبقى هي خلاص بقت سهلة بالنسبة لي، خلاص وعرفنا إن أي إيه فلز بيكون موجب، والموجب رقم المجموعة، واللا فلز رقم المجموعة ناقص 8. آدي برضو مثال إيه زي اللي أنا شرحته لكم دلوقتي. أحسب الكبريت إزاي؟ يبقى الهيدروجين مضروب في 2، والكبريت ده أعتبره هو المجهول، والاكسجين 4 في ناقص 2. ليه يا دكتور سويته بالصفر؟ اصله متعادل. عرفت منين يا دكتور انه متعادل؟ فوق هنا مفيش لا سالب ولا موجب. احل دي واجد الاكس، الاكس هتطلع زائد 6. يبقى انا لو جبت لكم اي مساله بقى، خلاص كده انتوا تقدروا دلوقتي ايه؟ لو انتوا فهمتوا الجزء اللي فات ده، تقدروا اي مساله تعرفوا الموجب، الاس ده في المجموعه السادسه يبقى سالب 2 زي الاكسجين، بس عشان هو 2 اس يبقى 2 في سالب 2 بسالب 4، يبقى لازم الكربون يكون موجب 4. يبقى انا اقدر احدد شحنه اي عنصر حتى لو كان مع عناصر اخرى، حتى لو مع عناصر اخرى. الكربون زائد 4،
الاس بيبقى سالب 2. قال لك كربون كان صفر. طب ليه كان صفر يا دكتور؟ عشان القاعده رقم واحد كانت بتقول ان العنصر الفري، العنصر الحر او الذره بتكون شحنتها صفر. كان صفر وبقى موجب 4. فين المسطره؟ اهي المسطره بتاعتي. كان صفر وبقى موجب 4، طلع لفوق يبقى اوكسيديشن، يبقى العنصر ده حصل له ايه؟ حصل له اكسده الكربون. طب كان صفر وبقى سالب 2، روح للمسطره. يبقى كان صفر ونزل ناقص 2، يبقى ده ريدكشن، يبقى العنصر ده الكبريت بيحصل له ريدكشن. ده مثال تاني نفس الحكايه عليه، هي الكربون برضو حسبناه لقيناه هنا ناقص 4، راح لزائد 4 يبقى زاد، يبقى حصل له اكسده. والاكسجين كان صفر لانه فري اليمنت، عنصر حر، وتحول الى ناقص 2 في المركب، فبالتالي حصل له اختزال. اخر مثال عندنا، ادي عنصر اهو، عنصر يبقى صفر، وده عنصر لوحده يبقى صفر، انما هنا عنصرين مع بعض، لا نحسبهم بقى. البروم في المجموعه السبعه يبقى سالب 7 ناقص 8 يبقى ايه؟ يبقى سالب 1. طب عشان في 3 يبقى كده كان الشحنه السالبه بقت سالب 3، يبقى لازم الفوسفور يكون ايه؟ يكون موجب 3. كده الفوسفور كان زمان صفر وبقى موجب 3، يبقى زاد، يبقى فقد اكيد الكترونات وحصل له اكسده. طب البروم كان صفر وبقى سالب 1، كل بروم بقت سالب 1، كانت صفر الاول، صفر وبقت سالب 1، يبقى كده نقص الرقم وبالتالي نقول عليه اختزال. يبقى اللي رقمه بيزيد اكسده، اللي رقمه بيقل اختزال، اللي رقمه بيزيد اكسده، يبقى نقول عليه عامل مختزل، واللي رقمه بيقل اختزال يبقى هو عامل مؤكسد. زي ما احنا اتفقنا ان اللي اوكسيدايزد اسمه ريديوسنج ايجنت او ريدكتانت، بينما اللي هو ريديوسد اللي حصل له اختزال يبقى هو ده اللي ايه؟ اللي بيطلق عليه او بيلقب باسم اوكسيدايزنج ايجنت او اوكسيدنت. اوكي يا جماعه، يبقى المعلومه الاخيره ديت مهمه جدا، ان خدوا بالكم ان الاليمنت اللي بيحصل له اكسده اسمه ايه؟ ريديوسنج ايجنت او ريدكتانت، بيسموهم كده او كده. اسمها ايه بالعربي؟ يعني عامل مختزل. والاليمنت اللي بيحصل له ايه؟ which is reduced، يبقى هو ده الاوكسيدايزنج ايجنت او اوكسيدنت. اوكي يا جماعه، كده الشابتر الرابع انتهى تماما. اتمنى انكم بالذات الجزء الاخير منه، انواع التفاعلات الكيميائيه المشهوره الاسيد بيز رياكشن وكمان الريدوكس رياكشنز، تكونوا فاهمينها كويس، لانها من الحاجات المهمه في الشابتر ده. بالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم.